مش شرط ان يكون اللي بنحبهم دول هما بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأب والأم، الأخت، الصديق، الجار. المهم ان احنا نستمتع بممارسة فعل الحب. احتفلت الفنانة ليلى علوي بعيد الحب الذي يوافق اليوم الاثنين بمشهد عبر حسابها على انستغرام على طريقة فيلم حب البنات الذي شاركت في بطولته عام 2004. ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو عبر انستغرام استعانت فيه بصوتها على احد مشاهد فيلم حب البنات، والذي عبرت من خلاله ان عيد الحب لا يقتصر فقط على الاحتفال بين الحبيب والحبيبة ولكن بين الاصدقاء والاهل. وشاركت ليلى علوي مؤخرا في بطولة مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على أحد المنصات الخاصة، ويضم المسلسل عدد من القصص في 10 حلقات.